السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم: لازم تعرف حجم السي دي اللي موجود عندك باللابتوب قبل أن تشتري هذه الكادة. طبعا هذه الكادة تشتريها لأنه أكثريتنا ما يستخدم السي دي اللي موجود باللابتوب، فلذلك نقدر نشتري هذا ثاني نخليه بهذه الكادة، ونخليه بهذه الحالة نقدر نزيد مساحة الهارد ديسك اللي عندنا. إذا كانت عندنا مساحة الهارد ديسك جدا قليلة، فنقدر نشتري هارد ديسك ثاني ونخليه بهذه الكادة، ونقدر نستخدمه ويصير عندنا هارد ثاني موجود بالحاسبة، ويصير عندنا بارتيشنات ثانية ونقدر نخزن بيها الألعاب، ونقدر نخزن بيها الفيديوهات أو الملفات اللي موجودة عندنا على الجهاز الحاسوب. راح أشرح لكم موضوع ثاني، كيف نركب الهارد ديسك وكيف نركبه بالجهاز، وشون انه نقدر نخزن عليه المعلومات، ونقدر نخلي عليه نسخة ويندوز ونفعل هذه نسخة الويندوز، او ننقل نسخة الويندوز القديمة الى هذا الهارد اللي جديد. بس موضوعنا اليوم هو نرجع ونقول انه على سمك السي دي اللي موجود. فراح اجي اشوفكم هنا، مثل ما تشوفون عندي سي دي اللابتوب قديم واللابتوب حديث. هذه سي ديين هن نفس المساحة، بس فقط عندنا بالارتفاع اللي هذا على اليمين سمكه 12.7 ملم، واللي على اليسار سمكه 9.5 ملم. فلو جينا وضعنا السي ديين فوق بعض، فراح نلاقي احنا الابعاد كلها متساويه من الخارج. يعني تلاحظون الابعاد متساويه للسي دي، ما عندنا اي فرق بين السي دي القديم والجديد، هو فقط فرق واحد بالسمك. واذا رفعناه واشوفكم هنا، راح تلاحظون الفرق انه اللي على اليمين سمكه اكثر من اللي على اليسار. فانتبهوا قبل ان تشترون الكادة، لازم تعرفون هذا السمك. اذا ما تعرفوه ممكن تشترون كادة 12.7 واللي عندكم هو 9.5، فلازم تنتبهون على هذا الشيء. وإن شاء الله أشرح لكم فيديوهات لاحقة فائدة هذه الكادة، جدا هي مفيدة للحاسوب اللي عندنا، أشرح لكم إياها بالتفصيل. ولا تنسون عمل لايك سبسكرايب للفيديو كي أستمر بنشر كل ما هو مفيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.